طيب نطلع نشوف حالة الست أم جرجس. سوري الحفلة زي ما تحبوا عايزين. طيب نطلع نشوف حالة الست أم جرجس اللي ليها احتياج، واللي لسه بيشوف الفيديو لأول مرة، الست أم جرجس كانت محتاجة تعمل عملية وتجهز بنتها. العملية اتعملت قبل ما احنا نعرض الفيديو على حضراتكم، منكم برضو يعني، احنا ما وصلنا بس الفلوس، لكن كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو جهاز البنت بس. هي نشكر ربنا صحتها احسن دلوقتي. نشوف التقرير سوا او الفيديو سوا ونرجع نكمل كلام. اتفضل. مساء الخير اعزائي المشاهدين برنامج اولاد الملك وقناة سيسات. النهاردة معانا مشكلة جديدة، معانا حكاية جديدة من حكاياتنا ومشاكل اخواتنا اخوة الرب. هنتعرف مع بعضينا على الحالة اللي معانا، نعرف ايه مشكلتها ووصلت لها لفين. نعرف على حضرتك ام جرجس. ام جرجس، ممكن نعرف ايه المشكلة؟ المشكلة عندي ان انا بنتي مخطوبة دلها سنة ونص ومش عارفة اجهزها، وانا كنت عندي قرحة في المعدة وتعباني، جيت تعبت قوي، جيت رحت اولاد الخير ودوني عندي دكتور، كشفت لي قالت لي عندك المراره ولازم تتعمل، فانا مش قادره اعمل العمليه النفسي ولا اجهز بنتي. جوز حضرتك شغال فين؟ جوزي كان شغال على باب الله في الممر، وجه فتره وقع، كان بيطلع شويه تراب وقع على ظهره، حصلت له مشكله فقعد في البيت، طبعا قعد فتره من غير شغل. تمام. وجي بعد كده دلوقتي الحمد لله يعني بيغيب على قد ما يقضينا طلباتنا بس في البيت. يعني انت حضرتك دلوقتي وعندك بنت عروسه؟ ادي لها سنه ونص مخطوبه ومش قادره اجهزها. ايه الجهاز المطلوب منك؟ مطلوب مني اوضه النوم، ومطلوب مني حاجات يعني بتاعتها، رفايع بتاعتها، حاجات كتير. يعني اوضه النوم؟ اه. ايه تاني غير اوضه النوم؟ مطلوب مني اجيب لها غساله برضو، مش امكانيات مش قادره اجيبها، والمطبخ فيه برضو حاجات كتير، يعني كان فيه ولاد حلال كتير بيساعدوني ان انا جبت لها حاجتها، بس قاعد فاضل حاجات كتير برضو ما مش قادره ان انا يعني انت جبت جزء من حاجه جت. جبت جزء من الحاجه برضو من خلال ناس الاولاد الحلال كتير. تمام. لكن مش قلت النوم دي انت خلاص مش عارفه تجيبيها خالص؟ لا مش قادر. ولا عارفه اجيب بقى هدومها؟ لا ولا بقى هدومها ولا قلت النوم، ولا قادره ان انا لما اخذ حتى اجيب لها كوبايه، مش قادره. في حاجات كتير طبعا، في كوبايات والحلل والحاجات دي، في حاجات كتير ناقصه، حاجات كتير قوي ناقصه، مش عارفه اعمل ايه. وابوها مش قادر، ابوها يعني ظهره تعبه، واللي بيجي مش مقوم البيت. وحضرتك عندك عمليه؟ وعندي عمليه لازم، الدكتوره قالت لي لازم في خلال فتره قليله تتعمل، لان الحصو اللي فيها كتير فعشان ما ينضحش على الكبد، فلازم تعمليها، فانا مش عارفه اعمل ايه. طبعا انت بتاخدي علاج، انت قلتي لي العلاج ده بيجي لك منين؟ بص يعني كان في ناس ولاد حلال كده، لما العيون تعبانه والدكتوره كتبت لي على العلاج كده، فهم خدوا الروشته جابوا العلاج. طب المره الجايه ربنا يبعت، ربنا ما بينساش حد. مفيش تامين؟ مفيش معاش؟ لا. فيش معاش لجوزك؟ مفيش اي دخل؟ لا جوزي اساسا بصمتي، ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، فما فيش تامين ولا في حاجه. بصدقني ما بنامش الليل لان خلاص قربت ومش قادره ان انا، مش قادره، وتعبانه ونفسي ستر بنتي، نفسي سترها. يعني في عز تعبك وفي عز الامك والام الجسديه اللي انت فيها، كل ده مش فارق معاكي قد ما فارق معاكي انك تستري بنتك. انا ستر بنتي، نفسي سترها، حتى لو ربنا افتكرنا بس سترت بنتي، هي اللي نفسي فيها ستر بنتي. تحبي تقولي لاي حد النهارده شايفك وسامعك تقولي له ايه؟ بقول لا ربنا يخليك وربنا يكرمك، نفسي ستر بنتي، نفسي سترها، مش طالبه حاجه غير ان انا ستر بنتي. صدقني وجع مش فارقه معايا، وجع وألم مش فارقة معايا زي أستر بنتي.
العملية بتاعتك انت قلت انها مهمة، الدكتورة قالت لازم تتعمل. بس صدقني حتى العملية انا مش عايزاها، مش عايزة العملية ولا عايزة فلوس، انا عايزة حد بس يجيب حاجة بنتي، مش عايزة عملية، مش فارقة معايا الوجع بتاعي، ولا مش عايزة فلوس، ومش عايزة حتى اكل ولا اشرب، بس عايزة حاجة بنتي. عايزة هي تستقيم. يعني ان حاجتها ربنا يقف معانا فيها. طبعا انا انت ام وكمان ام جميله، واللي انت بتقوليه ده اكيد لمس كل حد فينا، لمس كل ام موجوده تشوفك وكل اب بيشوفك ويسمعك النهارده. انت ممكن تستغنى عن العمليه، تستغنى عن حياتك، تستغنى عن كل حاجه الا انك تسطري بنتك. اسطر بنتي. وبتقولي انت مش عايزه حد يديكي فلوس، انت عايزه حد يجيب هو بنفسه حاجه بنتي. حاجه بنتي. بس مش نعرف ايه المطلوب وايه اللي ناقصك ونجيبه. مش عايزه اي يعني مش عايزه حد يديني جنيه، بس حاجه بنتي، عايزه حاجه بنتي بس. واثقه في المسيح ان هو هيتدخل؟ ايوه واثقه فيه، وما عنديش ايمان غير فيه. انت قلتي انك طلبتينا وجينا لك بسرعه، دي كانت علامه بالنسبه لك ان ربنا هيتدخل؟ ايوه، ان ربنا سامعني وربنا بيتدخل، انكم لما طلبتكم جيتوني، ان دي علامه من عند ربنا ان ربنا مش هيسيبني. امين. وانا بناشد معاكي وبس، بناشد كل حد سمعنا، كل حد شايفنا النهارده، بقول له ان ربنا النهارده بيديك فرصه انك تعمل وتشتغل معاه في كرمه، انك تشتغل معاه في خدمته، انك تساعد ولاده. النهارده هي بتقول لك مش عايز اعمل عمليه، مع ان العمليه مراره وقرحه في المعده ومشاكل صحيه كتير، ممكن فعلا تؤدي بقى لامراض كتير وتخش على الكبد وتخش وتخش، كل ده مش فارق معاها قد ما فارق معاها انها تفرح وتسطر بنتها، انها تفرح ببنتها، انك تدخل بنتها بيتها وتطمن عليها حتى يوم لما يحصل لها حاجه ابقى مطمنه عليها، تبقى مطمنه عليها، ابقى مطمنه عليها ان هي مع جوزها في بيتها، ابقى انا ارتحت. وانا بقول لك ان كل اللي شايفك النهارده سامعك، انا واثق ان ربنا هيسمعك يا رب، وهيعمل في قلوب كل حد شايفك وسامعك يعمل لك العملية ويفرحك كمان ببنتك. يا رب. أعزائي المشاهدين، برنامج أولاد الملك وقناة سيسات، النهاردة كنا مع حالة من حالاتنا، حالة من إخواتنا، حالة الأم الحقيقية اللي ممكن تضحي بنفسها لأجل فرحة أولادها. أشكركم. زي ما حضراتكم شفتوا الحالة، ويعني طمعنين في كرامكم ان احنا نجهز البنت يعني بالحاجة المناسبة والمعقولة، يعني ما تكونش هاي قوي وما تكونش لو قوي برضو، علشان شكلها قدام العيلة اديكوا شايفين الناس بيتكلموا مع بعض ازاي وبيتنمروا على بعض ازاي. بإذن يسوع، بإذن يسوع نفرح الست فرحانة قريب بجهاز بنتها زي ما فرحناها بالعملية. أمين.